نجوم التاسعة، حلمك ممكن يبقى حقيقة. من كل محافظات مصر، صوتك حلو، حلمك تغني تبقى ستار. بتكتب شعر، خيالك واسع، نفسك قصصك تبقى حقيقة. ابعت لنا على صفحة البرنامج التاسعة، عرفنا بنفسك وبموهبتك، اسمك، تليفونك، محافظتك. غناء، ارسل فيديو لا يزيد عن دقيقتين، غني وسمعنا صوتك. شعر، ارسل أهم 3 نماذج من كتاباتك PDF. كتابة، ارسل قصة قصيرة من إبداعاتك PDF. مستعد؟ جاهز؟ آخر ميعاد للتقديم 15 يوليو. نجوم التاسعة، أسهل وأسرع طريق تعرض فيه موهبتك. على قناة مصر الأولى. نجوم التاسعة، هتيجي تقول لي يا عم يوسف ماله نجوم التاسعة؟ ما انت قلت. ايوه، شوف، اولا عايزين بس ايه نأكد على المتسابقين والمتسابقات. بصوا يا جماعة، في الشعر احنا لاحظنا انه ساعات كتير من حضراتكم بتبقوا مثلا الصوت احيانا مش واضح، او انه حضرتك مثلا بتروح عامل كليب في الشعر بتاعك وانا سامع الالقاء بتاعك فويس اوفر على الكليب. حلو، جميل، مفيش مشكلة. بس احنا طالبين من سيادتك ايه لو خدت بالك في المسابقة؟ طالبين تبعت لنا 3 قطع شعرية، 3 قصائد شعرية من اللي انت بتكتبه. والله بتكتب عامية بس، ابعت التلاتة عامية. بتكتب فصحى بس، ابعت التلاتة فصحى. بتكتب عامية وفصحى، شكل، نوع، ابعت اللي انت شايفه يعني. كويس. طيب، في القصة القصيرة ابعت PDF. تمام تمام، يعني في كل الأحوال انا عايز PDF في 3 قصائد او 3 قطع، وعايز PDF بالنسبة للقصة القصيرة، فيه القصة القصيرة بتاعتك. في الغنى عايز 30 ثانية. احنا شفنا ناس كتير جدا 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 في الشعر وفي الغنى وفي القصة، وفي حاجات بجد حلوة، وواضح انه في ناس واخدة الموضوع بجد جد. حلوة بجد جد دي، صح؟ طيب، عارف هم واخدينه بجد جد ليه؟ عشان هم عارفين ومتأكدين ان مسابقة زي نجوم التاسعة طالما هي موجودة في هذا البرنامج، في هذه القناة، في هذا المبنى، تبقى المسابقة حقيقية 100%. تبقى المسابقة ما فيهاش كوسة، ما فيهاش واسطة، ما فيهاش ده ابن حبيبنا وابن زميلنا وابن صديقنا وابن جارنا وابن العيلة وابن النادي. ما فيش. موهبتك هي الفيصل الوحيد، مش هقول لك الرئيسي، الوحيد للتأهل لإنك تبقى في نهائيات نجوم التاسعة. ده بيتعمل برنامج بلدك، قناة بلدك، تلفزيون بلدك اللي هي أولى بيه، اللي هي طول الوقت أكبر كشاف للمواهب في الوطن العربي، اللي هي طول الوقت أكبر داعم للمواهب في الوطن العربي، اللي هي طول الوقت أكبر دافع لحضرتك علشان تنتج من قارحتك وذهنك وإبداعك ما شئت. طيب، وبعدين افرض انا تأهلت للنهائيات وحضرت قدام اللجنة وتم التقييم وكسبت، هيحصل ايه؟ والله اللي بيكتب هيتنشر له، واللي بيغنوا هيتم الانتاج ليهم. تيجوا نشوف مع بعض النماذج للمواهب اللي بعتت لنا في المسابقة. هل بعض هذه النماذج معناها ان هم دول اللي تأهلوا؟ لا، مش معناها ان دول اللي تأهلوا. هل معناها ان دول احسن ناس؟ لا، مش معناها ان هم احسن ناس. هل هم بعد الشر اوحش ناس ولا اوحش ناس؟ هي نماذج بننقيها بشكل عشوائي بحيث ان احنا نشوف مع بعض الطريقة بتاعت نجوم التاسعة. تعالوا نشوف. تعالي هنا بقولك ايه، قلبي
ازاي كده ريحتي؟ عارفة بحس معاكي بإيه؟ حياة طمنتيني على عمري، يا ديت على طول صبري، كفاية اسمي صوتك حلا وفيكي. سيبيني شوية أحب أنا فيكي، عمر واحد مش هيكفيكي. كل ما بقدر يوم ما انسى ارجع دور واستمعك حبيبي تعبي، لانه عشاك راضي قلبي، لانه معاك، لانك حبيبتي حلم اللي كان قلبي بيرفض يبطل عذاب. انت اللي سرك مكشوف من كل حاجة وليها غطيان، بتجري تحكي وانت ملهوف وسرك معلم في الجرنان. ما تأمنش لحد فضفض معاك، هو شافك سنة حافظ الأسرار، وانت اللي ضبط خيبتك وحكاويك هنزل في الأخبار. الناس بتشاور عليك وتقول هو فلان اتخانوا معادش ليه مكان، ماشي يجر في رجليه جر، لا عارف يداري دموعه ولا عارف يشعر. انا اللي خبيت نفسي جوه القماش، انا اللي حبيت وعشرت ناس ما تسواش، انا اللي بكره هتقولوا عليه صاحب الدمعتين وراح وما جاش. مين استناه نقع عشان ينجيني؟ ومين حبني عشان يأذيني؟ ومين افتكرته وهو نسيني؟ الدنيا دنيا وملهاش دخل في المواضيع. ترجمة